أسعد الله صباحكم بكل خير تلاميذي الأعزاء، معكم معلمة الصف الرابع مها زكريا ميا، مجمع التربو في منطقة القدموس، مدرسة الشهيد محمد فاضل عباس، أدي حلقة أولى بإشراف الموجه التربوي الأستاذ بسام الشيخ، مديرة المدرسة سميرة عباس، بدرس من الدروس الدراسات الاجتماعية، عنوان الدرس سلامتي خارج المنزل. يرافقني مجموعة من طلاب صف الرابع المتميزين لنتعرف عليهم، تفضل. الرفيق الطليع علي عيسى محمد، الرفيق الطليع إيهاد رياض إبراهيم، الرفيق الطليع سامي بشار إبراهيم، الرفيق الطليعي إياد يونس معلق، الرفيق الطليعية ميس علي معلق، الرفيق الطليعي جعفر سمير إبراهيم. أهلا وسهلا بكم جميعا، والآن لنبدأ بداية درسنا لهذا اليوم. هل أنتم مستعدون جاهزون؟ دعونا نساعدكم. أنتم لنبدأ أولا بالتعرف على أهداف الدرس. يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يتبع قواعد السلامة خارج المنزل، يتبع قواعد السلامة داخل المسبح، يبتعد عن الأبنية التي هي قيد الإنشاء، يتجنب المخاطر التي قد تواجهه داخل وخارج الأبنية التي هي قيد الإنشاء. والآن سأسألكم، في كل يوم نستيقظ ذاكرا للذهاب إلى المدرسة، لماذا نذهب كل يوم في الصباح الباكر إلى المدرسة؟ تفضل يا علي. من أجل أخذ العلم والمعرفة. دورك يا بطل. ماذا تعلمون المدرسة إذن؟ تفضل يا جعفر. القراءة. القراءة، أحسن. تفضل يا صافي. الكتابة. الكتابة، شكرا لك. تفضل يا هادي. الرسم. الرسم. إن المدرسة تعلمنا كل هذه الأشياء، ما واجبنا نحن اتجاه هذه المدرسة؟ تفضل يا إياد. الحفاظ عليها. بوريطة يا صغيري، كيف نحافظ على هذه المدرسة؟ تفضل يا علي. عدم العبث بأساسها. أحسنت، شكرا لك. تفضل يا جعفر أيضا. عدم الكتابة على جدرانها. شكرا لك. تفضل يا هادي. عدم رمي الأوساخ فيها. أحسنت، بوريطة يا صغيري. أنتم عندما تستيقظون كل يوم في الصباح الباكر وتذهبون إلى المدرسة، كيف تحافظون على سلامتكم عند الذهاب إلى المدرسة؟ تفضل يا جعفر. انظر الى جانبي الطريق للتاكد من خروجي ثم اعبر الشارع. حماك الله يا صغيري. انظر الى جانبي الطريق عند اتاكد من خلوه اعبر الشارع. بركت. الخطوه الثانيه. عبور الشارع بهدوء والمكان المخصص للمشاة. احسنت يا صغيري. عبور الشارع بهدوء ومن المكان المخصص للمشاة. يعبر الشارع بهدوء. الجملة الثالثة، تفضل يا هادي. عدم الركض في الشارع. أحسنت يا صغيري، عدم الركض في الشارع. عدم الركض في الشارع. والآن سأعرض لكم الآن قصة الطفل الأيمن، وسأطلب منكم الاستماع إليها جيدا، لنستمع معا إلى قصة الطفل الأيمن. هذا هو الطفل الأيمن. جاء العيد وقرر أيمن التوجه مع عائلته إلى ساحة العيد، وهناك رأى أيمن أن هذه الساحة مليئة بالألعاب الجميلة، أيضا مليئة بالأطفال مع عائلاتهم، وانشغل هناك بهذه الألعاب، إلا أن وجد نفسه في هذه الساحة وحيدا بعيدا عن أهله، وبدت تظهر عليه ملامح الخوف والقلق، وبدأ يسأل نفسه: أين ذهبوا؟ ماذا أفعل؟ هل استمتعتم بهذه القصة؟ نعم. هل استمعتم إليها جيدا؟ نعم. والآن وقع أيمن بمشكلة كبيرة، ما هي؟ وماذا حدث لأيمن في ساحة العيد؟ تفضل يا هادي. ضاع أيمن في ساحة العيد. بركت يا صغيري، ضاع أيمن في ساحة العيد. ما شعور أيمن؟ تفضل يا ميس. الخوف. الخوف، أحسنت أيضا يا إياد. القلق. القلق، بوركت يا صغيري أيضا يا جعفر، تفضل. الحزن. الحزن، الحزن والخوف والقلق. هل تريدون أن تساعدون أيمن من أجل العودة إلى أهله يا صافي؟ تفضل. نعم. نعم، هل تريدين جميعا أن تساعدوا أيمن بالعودة إلى أهله؟ نعم. سأوزعكم إلى مجموعات، المجموعة الأولى علي وهادي، المجموعة الثانية صافي وإياد، المجموعة وأطلب منكم إيجاد مجموعة من الحلول لمساعدة أيمن من أجل العودة إلى أهله، المدة دقيقة واحدة، تفضل.
هل انتهيت؟ نعم لقد انتهيت. هل انتهيت جميعا؟ لقد انتهينا. تفضل يا علي، كيف تساعد إما من أجل العودة إلى أهله؟ سأسحبه إلى مشرف الساحة والبقاء معه حتى عودة أهله. أحسنت، اسحابه إلى مشرف الساحة والبقاء معه حتى يجد أهله. المجموعة السادسة تفضل. أقف إلى جانبه وأواسيه. بوركتم. المجموعة الثانية تفضلوا. أقف معه في مكان آمن حتى يجد أهله. أحسنت يا صغري، أقف معه في مكان آمن حتى يجد أهله. أيضا من لديه إجابة أخرى؟ أيضا من لديه؟ تفضل يا جعفر. الاتصال على الهاتف الخاص بأهله إذا كان يحفظ الرقم. حماك الله يا صغيري، تفضل يا إياد، هل لديك عبارة أخرى؟ كلا كلا. والآن كيف نتجنب ما حدث لأيمن؟ كيف يمكن لنا أن نتجنب ما حدث لأيمن؟ كيف يمكن أن نتجنب ما حدث لأيمن؟ علي تفضل. أخبر أهلي بالمكان الذي سأذهب إليه. أحسنت، أخبر أهلي بالمكان الذي سأذهب إليه. هادي تفضل. أبقى معهم. أبقى معهم، أحسنت. أبقى بجانب أهلي. أبقى بجانب أهلي. لا أشغل بالتحدث مع الغرباء في الطريق. لا أشغل بالتحدث مع الغرباء في الطريق. جعفر. لا لا أغادرهم. لا أغادرهم، أحسنتم. لنقرأهم، تفضل يا جعفر اقرأ الجملة الأولى. أخبر أهلي بالمكان الذي سأذهب إليه. أحسن، تفضل يا ميس. أبقى بجانب أهلي. بوركتي. تفضل يا إياد. لا أنشغل بالتحدث مع إلى الغرباء. أحسن، تفضل يا صافي. لا أغادرهم. لا أغادرهم، أحسنتم، بوركتم، إجاباتكم كلكم صحيحة صدقة. والآن لننظر إلى هذه الصورة، انظروا إلى هذه الصورة جيدا، تأملوها، ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ تفضل يا إياد. أطفال يسبحون في المسبح. أطفال يسبحون في المسبح، أحسن، انتبهوا إلي جيدا، يوجد هنا ثلاث أطفال، كرم وزيد والتين. يقول زيد: هيا نفاجئ كرم ونسعه إلى الماء بسرعة. أما تين يقول: هيا نركض لنحصل على الكرة. برأيكم هل سلوك الأطفال صحيح أم خاطئ؟ ميس: سلوك خاطئ. لماذا يعد هذا السلوك سلوكا خاطئا؟ تفضل يا علي. لأنهم سيعرضهم لبعض المخاطر. أحسنت، لأنهم سيعرض الأطفال لبعض المخاطر. ما هي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال داخل المسبح وخارجه؟ تفضل يا صافي. الموت. الموت، بوركت. ميس: الاختناق. الاختناق، بوركتي. إياد: الانزلاق. الانزلاق، هذه الكسر. الكسر، شكرا لكم. والآن كيف أبقى بأمان داخل المسبح؟ كيف أبقى بأمان داخل المسبح؟ تفضل يا جعفر. ارتداء سترة النجاة. بوركتي يا صغيري. أيضا تفضل يا هادي. عدم الركض حول المسبح. عدم الركض حول المسبح، أحسن. تفضل يا صافي. أن يكون هناك مشرفا ومنقذ لكل المسبح. حماك الله يا صغيري. لماذا يجب أن يكون هناك مسبح مشرف يا عيسى؟ يرشدهم في أثناء السباحة. يرشدهم في أثناء السباحة. أيضا من لديه فكرة أخيرة؟ تفضل يا إياد. أيضا نستطيع أن نضيف جملة أخيرة: عدم التدافع داخل المسبح وخارجه. والآن كيف أبقى بأمان داخل المسبح؟ اقرأ الجملة الأولى يا ميس، تفضلي. عدم التدافع داخل المسبح. داخل المسبح طبعا وخارجه. الجملة الثانية، تفضل يا جعفر. عدم الركض حول المسبح. أحسن. الجملة الثالثة، تفضل يا صافي. ارتداء ستر النجاة. أحسن. هادي. أن يكون هناك مشرف أو منقذ لكل مسبح. أحسن. والآن لنعرض لكم الصورة الثالثة. انتبهوا إلى هذه الصورة جيدا، تأملوها. ماذا نسمي هذا البناء؟ ماذا نسمي؟ إياد تفضل. بناء قيد الإنشاء. بوركت يا صغيري. ماذا يعني بناء قيد الإنشاء؟ صافي تفضل. بناء لم يصلح جاهز للسكن. أحسن. بناء لم يصلح جاهز للسكن. والآن انتبهوا إليه، يوجد لنا، يوجد في هذه الصورة ثلاثة أطفال. يقول الطفل الأول لأصدقائه: تعالوا
نكتشف البناء. يقول الطفل الثاني: هيا لا تكن جبانا. أما الطفل الثالث فيقول: لا، من الممكن أن يواجهنا خطر. يبدو أن هذا الطفل واعي جيدا وقد سمع نصائح من أهله ومن معلمته بعدم الاقتراب من الأبن التي هي قيد الإنشاء. والآن ما هي برأيكم الأخطار التي يمكن أن تواجه الأطفال داخل بناء قيد الإنشاء؟ تفضل يا علي. سقوط الحجارة عليهم. بورك. سقوط الأطفال على سطح المبنى. أحسنت يا صغيري. أيضا يا إياد تفضل. وجود حيوانات مفترسة. بورك يا صغيري. أما المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال خارج المبنى. تفضل يا جعفر. سقوط أحد أدوات البناء أو الحجارة عليهم بشكل مفاجئ. بورك يا صغيري. كيف أتجنب مخاطر الأبنية التي هي قيد الإنشاء؟ تفضل يا صافي. عدم الدخول إليها. بورك يا صغيري. تفضل. يعني عدم الاقتراب منها. أحسنتم. إذن المخاطر التي قد تواجه الأطفال داخل المبنى وخارجه. داخل المبنى تفضل يا جعفر أخرى. سقوط الحجارة عليهم. تفضل يا ميس. وجود حيوانات مفترسة. تفضل يا إياد. السقوط من أعلى سطح البناء. أما خارج المخاطر التي قد يتعرضها الأطفال خارج المبنى تفضل يا علي. سقوط أحد أدوات البناء عليهم أو الحجارة بشكل مفاجئ. أحسنتم. والآن كيف نتجنب مخاطر الأبنية التي هي قيد الإنشاء؟ تفضل يا هادي. عدم الدخول إليها. بوركت يا صغيري. تفضل يا صافي أيضا. عدم الاقتراب منها. أحسنتم. والآن ما هي الأماكن التي يجب أن نلعب بها حتى نبقى بأمان؟ تفضل يا ميس. الحدائق. الحدائق. بوركت يا صغيري. يا صغيرة تفضل يا جعفر. الملاعب. الملاعب. تفضل يا هادي. بعيدا عن مكان وجود السيارات. في مكان بعيدا عن مكان وجود السيارات. أحسن. تفضل يا علي. في مكان مخصص للعب. أحسنت يا صغيري. بوركت حماك الله. مكان مخصص للعب. كيف أتجنب مخاطر الأبنية التي هي قيد الإنشاء؟ تفضل يا صافي. عدم الاقتراب منها. أحسنت. تفضل يا هادي. عدم الدخول إليها. عدم الدخول إليها. أحسن. والآن سأسألكم ما هي الأماكن التي يجب أن نلعب بها حتى نبقى بأمان؟ تفضل يا إياد. الحديقة. الحدائق. أحسنت. تفضل يا ميس. الملاعب. أحسنت. بوركت يا صغيري. في مكان بعيد عن وجود السيارات. أحسنت يا صغيري. حماك الله. أيضا يا صغيري. في المكان المخصص للعب. المكان المخصص للعب. بوركت يا صغار. والآن سأطلب منكم أن لقد انتهينا. تفضل يا علي الجملة. لا أنشغل بالتحدث مع الغرباء في الطريق. بورك يا صغير. المجموعة الثالثة. عدم لمس أي جسم غريب. أحسنتم. المجموعة الثالثة. عدم اللعب بجانب الأبنية التي هي قيد الإنشاء. بورك يا صغير. أيضا إياد لديك إجابة. أخبر أهلي بالمكان الذي سأذهب إليه. أحسنت. أيضا تفضل يا صافي. انظر إلى جانبي الطريق لتأكل من خلوي ثم أعبر. أحسنت. إذا قواعد السلام أنا وأصدقائي عندما نكون خارج المنزل: لا ألعب في الأماكن المهجورة، أخبر أهلي بمكان وجودي، أنظر إلى جانبي الطريق أثناء عبور الشارع، أتجنب العبور جانب الأبنية قيد الإنشاء، أتجنب التحدث مع الغرباء في الطريق. والآن سيختم لنا الأستاذ علي بجملة قد حضرها عن السلامة. تفضل يا علي. سلامة كلمة واحدة ولها أكثر من معنى. بوركم يا صغاري. شكرا لكم، وبذلك نكون قد انهينا درسنا لهذا اليوم. شكرا للمنصة التربوية في طرطوس. إلى اللقاء معكم في درس قادم إن شاء الله.